للحديث أكثر ومزيد من التفاصيل ينضم إلينا وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محي الدين توق. معالي الدكتور توق حياك الله في قناة المملكة. يعني عندما يتم الحديث عن آلية جديدة وتفاصيل جديدة بخصوص التعامل مع البدء العام الدراسي الجديد في الجامعات، بالتالي كل التفاصيل مع حضرتك، تفضل دكتور. أولا مساء الخير أخت ساندي، حياك الله. في حقيقة الأمر أنه التصريح اللي ورد على لساني اليوم في بعض المواقع الإلكترونية غير دقيق 100%. ما قلت أنا بأن التعليم في الفصل الدراسي الأول القادم سيكون في الجامعات، نعم، ولكن بترتيبات معينة. نعم، هاي كلمة ترتيبات معينة مهمة لأنها تحتمل شقين. الشق الأول ما قرره مجلس التعليم العالي من أن التعليم الإلكتروني هو جزء أساسي من العملية التعلمية التعليمية، ولذلك سيكون نسبة معينة من المساقات التي تدرس في الفصل الدراسي الأول القادم تدرس إلكترونيا عن بعد، وهذا التوجه أصبح من ضمن السياسة العامة للوزارة. أما الشق الثاني لكلمة ترتيبات بأنه لا بد من الاتفاق مع لجنة الأوبئة وزارة الصحة على كيفية عودة الطلبة إلى الجامعات بما في ذلك الإجراءات الوقائية التي يجب أن تتخذها الجامعات كمؤسسات وأن يلتزم بها الطلاب وأعضاء الهيئة التدريسية كأفراد. وهذا الأمر سيتم الاتفاق فيه مع لجنة الأوبئة ووزارة الصحة الأسبوع القادم إن شاء الله. ما أود أن أقوله في هذا المجال بأن التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد من الآن فصاعدا سيكون جزء أساسي من العملية التعلمية التعليمية وبنسب متزايدة سنة ورا سنة وصولا إلى نسبة 50% في العام 2022، سواء كان عندنا أزمة كورونا أو لم تكن أزمة كورونا، لأنه العالم كلياته الآن متوجه لهذا النوع من التعليم لأنه يساعد على تطوير العملية التعلمية التعليمية في الجامعة. بحكم خبرتك أيضا دكتور وموقعك وأنت وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يعني عندما نتحدث عن هذه التخصصات والعالم كله يتوجه للتعليم عن بعد والتوجه للمسار الإلكتروني، لنقل غدا سيبدأ القبول الموحد للطلبة الناجحين وسوف يفتح إلكترونيا، الإقبال على التخصصات، آلية توزيعها، النسب والتناسب ما بين هذه التخصصات والمعدلات المرتفعة، أيضا الإقبال والتشجيع على التخصصات لنقل الإلكترونية وغيرها تماشيا مع ما يجري في العالم. أولا أنا سعيد أنك أثرت هذا الموضوع، اعتبارا من الساعة 12:00 منتصف هذه الليلة سيتم فتح البوابة الإلكترونية المتعلقة بالتسجيل، وسيكون التسجيل إلكترونيا 100%، بمعنى أنه لا ضرورة أن يتقدم أي شخص شخصيا إلى الوزارة لتقديم الطلب، وسيتمكن الطلبة من دفع رسوم التسجيل إلكترونيا عن طريق إيفواتيركم، سواء كانوا يعني بالداخل أو بالخارج، وتنتهي عملية التسجيل يوم الثلاثاء بعد القادم اللي هو بيصادف يوم 25/7. بعد ذلك تحتاج الوزارة إلى يومين إلى 3 أيام لتتمكن من بدء الإعلان عن نتائج القبول التنافسي الموحد. العملية كلياتها إلكترونية بما فيها الدفع، وبنتأمل إن شاء الله بأن تنتهي هذه العملية بنجاح. هذا العام كما هو معلوم المعدلات مرتفعة بشكل ملحوظ عن العام الماضي، ولذلك نتوقع بأن التنافس سيكون شديد جدا على تخصصات زي الطب وطب الأسنان والصيدلة ودكتور الصيدلة، وبنتوقع بأنه
يكون في هناك زيادة واضحة في المعدلات. حتى هذه اللحظة لم نقرر الأعداد التي سيتم قبولها، نحن بانتظار أن تنتهي هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان الجودة من تقرير الطاقة الاستيعابية للجامعات على ضوء أعداد الخريجين الذين تخرجوا هذا العام. نعم. سيتم تحديد العدد المقبول، وعندئذ نوائم بين كل العوامل ونعلن الأعداد التي سيتم قبولها في الجامعات المختلفة وفي التخصصات المختلفة. نعم، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محي الدين توق، شكرا جزيلا لحضرتك.